دقيق في درس جديد، وهو كيف أنجز دورة حياة حيوان، صفحة 71. يعني عندنا درس الصفحة 71، كيف أنجز دورة حياة حيوان. Comment je réalise le cycle de vie d'un animal? Le cycle de vie, معناه دورة حيوان. الهدف التعلمي ورتب مراحل دورة حيوان. Donc, je mets en ordre ورتب les étapes du cycle. Les étapes هما المراحل. Les étapes du cycle de vie. Cycle de vie, دورة حياة. D'un animal, cycle de vie d'un animal. Et d'un antalek, ou la hête souar, lit à ta arafa, sarir, kulled min hadin, l'hayawanein. Nous la hête, hadi souar al-oula, hiya souaratu yaraqa, hadi souaratun sariratun, hadi yaraqa, linahla. بعد أن تضع النحلة بيضها هذه تتحول إلى يرقة. أيضا في الصورة الثالثة عند الدعسوقة، الصورة الرابعة يرقة، إذن هذه اليرقة هي التي تكبر وتتحول إلى الدعسوقة. أتساءل ما هي مراحل نمو الحيوانات؟ مراحل نمو الحيوانات، إذن من هذه المراحل الولادة ثم البلوغ. أفترض الولادة، النمو والبلوغ. إذن نأتي إلى الاختبار. أختبر، أبحث في وثائق خاصة بالضفدع عن كل مراحل نموها. إذن عندي هذه مجموعة من الصور لنبحث عن مراحل، وهذه وثائق نبحث عن مراحل نمو الضفدع. أرتب مراحل المراحل مستعملا أو مستعملتين بالنسبة للإناث الأرقام من 1 إلى 5. إذن عندي هنا المرحلة الأولى، من طبيعة أنه هذه الضفدع تضع البيض، إذن هنا أكتب رقم 1 تضع البيض، ثم هذا البيض يتحول إلى شراغيف، شراغيف صغيرة، إذن رقم 2، هذه الشراغيف تتحول إلى شرغوف تكبر، إذن رقم 3، ثم هذا الشرغوف يتحول إلى ضفدع صغيرة لها قوائم هي رابعا، وأخيرا ضفدع الكبيرة في مرحلة بلوغها رقم 5. إذن أرسم أسهما تعبر عن تتابع مراحل نمو الضفدع. قلنا إذن هذه المراحل أن الضفدع تضع أولا البيض، ثم هذا البيض يتحول إلى شراغيف، ثم هذا الشراغيف تتحول إلى شرغوف له قوائم يتحول، ثم إلى ضفدع صغيرة، وأخيرا إلى ضفدعة كبيرة. إذن أستنتج، تكون مراحل نمو الضفدع دورة الحياة، دورة الحياة. أستخلص، أملأ الفراغات بما يناسب تغيرات دورة الحياة حياتها. إذن هنا تتعرض بعض الحيوانات خلال ماذا؟ خلال حياتها لعدة تغيرات. مجموع هذه التغيرات تسمى دورة حياة، دورة الحياة.
نأتي في الأخير إلى الاستثمار. استثمر j'écris les chiffres de 1 à 4 pour mettre en ordre les étapes du cycle de vie du ver à soie. J'écris les chiffres maintenant اكتب الأرقام من 1 إلى 4 pour mettre en ordre et déterminer les étapes du cycle de vie. Les étapes هي مراحل دورة الحياة du ver à soie. Ver à soie هو دودة القز. كنسمع لأن لو سوا هو الحرير، هي دودة الحرير، كنقولو نقول دودة القز. إذا عندي هنا شني، أوف، البيض، فراشة، بابيون، كريزاليد، شرنقة. إذا المرحلة الأولى هي شني، قلنا وعندي اف بابيون وعندي كريزاليد. المرحلة الأولى هي وضع البيض، إذن أضع رقم 1. ثم المرحلة الثانية هي اليرقة. المرحلة الثالثة هي لا كريزاليد شرنقة. ثم أخيرا المرحلة الرابعة وهي الفراشة. إذن ونأتي إلى أغني معجمي. عندي هنا نمو ديفلوبمون، تحول ترانسفورماسيون، دورة الحياة سيكل دو في. ونأتي إلى نهاية هذا الدرس، وشكرا على